السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سي متفرج على قناة بيم أريبيا. دلوقتي هنتكلم على سنغافور بيم جايد، الكود بتاع البيم لسنغافور، هو من أفضل الأكواد اللي موجودة. ده الإصدار الثاني. في الأول بتلاقي فارس، وبعد كده بتلاقي مقدمة هما نرجعوا بيها، وبعد كده بيتكلم عن الناس اللي شاركوا في الكود سواء أشخاص أو منظمات أو شركات، وبعد كده بيبدأ يتكلم على المخرجات اللي منتظرة إن هي تخرج من شغل البيم بتاعك. وبعد كده البيم اكسكيوشن بلان، يقول لك لازم تخلي بالك في البيم اكسكيوشن بلان ان كل حاجه تبقى واضحه. ايه البيم اكسكيوشن بلان دي؟ خطه وضع، خطه بنحطها عشان ننظم الشغل بين اطراف المشروع، كل واحد ايه اللي ليه وايه اللي عليه، بحيث ان مفيش حد يتهرب من المسؤوليه، بحيث ما حدش يقول لا ده الموقع العام ده مش تبعي، لا ده انا المفروض اوصل لبيم 300 مش بيم 500، مش انا المفروض اعمل دي، لا ده المفروض مين اللي يعمل الكلاشات، لا ده المفروض. هنا بنوضح كل واحد ايه المسؤوليات اللي موجوده عليه، وكل واحد مطلوب منه ايه، ولو في اي شغلانه مش معروف مين اللي يعملها لازم نتفق عليها، بحيث ما تجيش في اخر المشروع ونختلف. وده بيحصل كتير جدا لعدم الاتفاق، يبقى في الاول الدنيا ورد وبعد كده بتبدا تظهر المشاكل. طيب نبدا نحط ايه؟ بتحط معلومات خاصه بالمشروع، المشروع ده اسمه ايه ونوعه ايه، الموجود فين، الاهداف اللي احنا هنستخدم البيم عشانها، هل هتستخدمه بس عشان موضوع الكريشات، ولا عايز فاسيلت مانجمنت، ولا عايز حاجات خاصه بالجرين بيم، وهكذا. ايه الاستراتيجيه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها؟ كل واحد في المشروع ايه اللي ليه وايه اللي عليه وايه المسؤوليه بتاعته. وبيبقى في بيم اكسكيوشن بلان قبل العقد وفي بعد العقد. قبل العقد بتبقى بسيطه، بعد العقد بنبدا نحط بقى اسامي الناس والتفاصيل بتاعتهم وارقام تليفوناتهم والايميلات. دخلنا خلاص في الجد، فلازم تبقى معروف هتتواصل مع مين، الكوانتيت الحصر تعمل ازاي، ازاي نتاكد من الجوده، البرامج اللي احنا هنستخدمها، السوفت وير اللي لازم نشتغل عليه. طيب البيم ديليفرابل اللي هو في الاخر بقى هنوصل له، عندنا سايت موديل، عندنا الماس بتاع الموديل، ده في المرحله الاولانيه. وبعد كده نبدا نخش بقى في التفاصيل، الاركتكشر والاستراكشر والام اي بي معمول، الكوردينيشن بتاعهم، الكلاش ديتكشن معمول، الفيزواليزيشن، الكوست استيميتنج، عرفنا التكلفه دي، الاسكادولات، بنجهز الفابريكيشن اللي هي الحاجات اللي هتصنع، وبعد كده تروح الموقع، لوح شوب دروينج، لوح الازبل، المعلومات الخاصه بالفاسيلتي مانجمنت، خدمات كتيره جدا نقدر نقدمها بالاضافه لدول العناصر بتاعه البيم. وبعد كده بنقول بقى ايه، ان في عندنا كل عنصر او كل element او كل اوبجكت بيبقى ليه خصائص او اتريبيوت جيومتريك مجسمه، اللي هي الطول والعرض والارتفاع والمكان بتاعها، وفي معلومات ما بتبقاش مجسمه بس بتتحط، بيتحط ككلمه او رقم، زي الكوست، زي السبيسيفيكيشن، زي سيستم داتا، وهكذا. يعني في بعض المعلومات بتبقى اول ما تشوفها بعينيك تعرف المعلومه، بما لازم تعمل عليها سيلكت، وبعد كده تبص على الخصائص، زي المعلومات بتاعت الكوبي، المعلومات بتاعت الكوبي بتبقى مكتوبه ما بتبقاش مجسمه، تمام؟ يعني ما فيش حاجه اسمها موعد صيانه هعمله 3D. الموديل بروجرس، احنا كل شويه بنطور في الموديل، يعني في اول مره بنبدا نحط كده حاجه بسيطه، وبعد كده بنبدا نحط مثلا اهي التفصيل بتاعت العمود، تمام؟ اول مره مثلا بيبقى مثلا في عمود هنا بس ما بقاش في تفاصيل ما تقشش، وبعد كده بنبدا نحط التسليح بتاعه، واحده واحده بنبدا نطور في الموديل بتاعك. في مرحله الكونسبشوال ديزاين بيبقى مثلا اللوحه 1:100، 1:200، 1:500، بنبدا بس نحط الفكره بتاعتنا. بعد كده في الاسكيماتيك بنبدا نحط تفاصيل اكتر، وبعد كده في الديتيل ديزاين ببدا احط بقى كل المعلومات اللي هتساعد في الشغل، وبعد كده لوح الكونستراكشن، وبعد كده لوح اثبت الحاجات اللي اتبنت فعلا بحطها في قلب الموديل، بيكون اصلا عندي الموديل مطابق للموقع بس لو في اي اختلافات بنعملها. وبعد كده بنعمل فاسيلتي مانجمنت او الاوبريشن مينتنانس، ده بيبقى حاجه خلاص محتاجينها للصيانه، بيكون خلاص الشغل وقف والناس بدات تسلم الشغل للناس اللي هتشغل الموقع نفسه.